5 لاننا لسه بادئين الراوند اللي ممكن تكون الاخيره، ولكن نامل ان هي ما تكونش الاخيره. فيرتيكال بلاي وكمان اسيست من بولو يقدروا يجيبوا الفيرست بيك على سيريس لي. للاسف ايرلي بيك من دارك زيرو على جي كي، وهنا شايفين استخدام اليوتيليتي من سوليس كانيديان رايح جاي في الماب كلها حرفيا. عارف ان في حد بيعمل درون طلع كليمور ويرن اوت ويخلص على اكس كي. ازاي ده يحصل؟ وهنا بنشوف على طول ناس كان بيعمل ريفراج، يعني مع انه اخد دامج كبير جدا ولكن قدر في الاخر ان هو يجيب الفراج. جي كي مازالوا فيها، مازالوا يقدروا يعملوها، مازلنا متابعين وهنشوف جي كي هيعملوا ايه ضد فريق دارك زيرو. ولسه الراوند شغاله، لسه الراوند حيه، ولسه فريق جي كي ممكن يقدر يعمل سكيور للراوند دي، ولكن محتاجين يسرعوا البوش. لو تاخروا في البوش زي الراوندات اللي فاتت فالموضوع هيكون صعب شويه. فريق جي كي محتاجين دلوقتي يبداوا الاكسكيوشن تجاه السايت. لو عرفنا يا شباب ان في ناس كتير بتروم، نسيبنا من الرومرز ونروح على طول للسايت نحاول نجيب بيك او اثنين بداخلها وساعتها نعمل بلانت. ولكن للاسف ان جي ار هنا بيسكتني وبيقدر ان هو يخلص على تريكسد باستخدام السي 4. بصراحه كل كانت حلوه جدا من ان جي اور، ولكن لسه متابعين ولسه بنشوف دلوقتي استخدام اليوتيليتي بتاعه الرام بتدمر كل حاجه. سي 4 عشوائيه بتترمي من نيف ولكن يتعمل لها ويست. دقيقه متبقيه، هتعملوا ايه يا جي كي؟ هتقدروا تجيبوها ولا لا يا جي كي؟ هبانا تستخدم الاكس كايروز وتحاول تفتح الهاتش، ولكن ناس كان للاسف فيري لو اتش بي. فرنشي اي نعم فول اتش بي، ولكن طبعا بيلعب بهبانا فما فيش اي نوع من انواع الارمور. على الناحيه الثانيه دارك زيرو الاربعه فول اتش بي زائد الارمور بتاعهم. فرنشي هنا بينزل على طول ورا الدرون من ناسكن، شاف الليزر اعتقد شفت الليزر، ولكن للاسف بولو كان مستني ومحضر له ماكيدا يخلص على الاول وكمان يخلص على الثاني بدبل كيلو كده. اول مباراه تروح لفريق دارك زيرو. خلينا برضو نبارك لهم على الفوز ده لانه كان فوز مستحق يا جدعان. يعني سكور 7-4 دارك زيرو قدروا ان هم يرجعوا في المباراه ويعملوا تصدي كبير بالنسبه لفريق جي كي، مع ان فريق جي كي كان معاه 3 راوند وين ستريك في البدايه، ولكن دارك زيرو قدروا يردوا عليهم على طول وقدروا ان هم يجيبوا الفوز في الاخر. فنحب نقول ويل بلايد لفريق دارك زيرو. حصل الصراحه مجريات المباراه اللي فاتت دي بين كل راوند وراوند حصل تغيرات بشكل كبير جدا، زي ما كنا بنقول جي كي مع انها كانت سابقه ولكن في الاخر فريق دارك زيرو قدر ان هو يرد عليهم. فانا شخصيا استمتعت بالمباراه، اي نعم كان بودي وكان نفسي جدا ان فريق جي كي هو اللي يفوز معانا وهو اللي يتقدم في البراكت، ولكن يا شباب ما ننساش ان لسه فريق جي كي عنده فرص تانية. ده مش معناه ان هو تم اقصائه من البطوله نهائيا، لا، فريق جي كي لسه موجود معانا ولسه حاضر وممكن يعمل كومباك، وده اللي احنا عارفينه عن ابطالنا ان هم دايما بيعملوا كومباك في الاخر وعندهم العزيمه وعندهم الروح ان هم يستمروا حتى ولو بدانا بخساره. ولكن ما ننساش ان احنا كسبنا كتير قبل كده في بطولات كتير، واجهنا فرق يمكن احسن كمان من فرق من فريق دارك زيرو وقدروا ان هم يكسبوه. كلنا بنتمنى ان احنا نشوف الممثل العربي بتاعنا فريق جي كي هو اللي بيستمر للبطوله للاخر وهو اللي يرفع التروفي وهو اللي ياخد التوتم اللي احنا كنا شفناها في الاول، التوتم اللي هي المستطيل الفرق واللعيبه بتاخده على الفوز وتقدر ان هي تحطه في التروفي. على العموم هنبقى نشغل الفيديو بعدين علشان نشرح النظام ده تاني لو محدش كان شافه، ولكن اتبسطت جدا بالمباراه لحد دلوقتي. لسه يومنا طويل.